المستعين واستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع أسرار الصلاة والإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، ويقول الإمام رضي الله عنه في التنبيه على نكتة خفيفة من نكت السماع. يقول الإمام رضي الله عنه: وفي السماع نكتة حقيقية، وفي السماع نكتة حقيقية أصلية يعرفها أهلها ويجدونها بعد انقضائه، وهي أنه قد علم الذائقون منهم أنه ما وجد صادق في السماع الشعري وجدا. واضح يعني؟ وهي أنه قد علم الذائقون يعني منهم الذائقون منهم أنه ما وجد صادق في السماع الشعري وجدا، يعني ما وجد وجدا، يعني واضح إخواني، ما وجد وجدا، واضح إخواني، وتحرك به إلا وجد بعد انقضائه ومفارقة المجلس قبضا على قلب. ده واقع. ونوع استيحاش، وأحس ببعده وانقطاعا وظلمة، ولا تفطن لهذا الأمر إلا من في قلبه أدنى حياة، وإلا فما لجرح بميت إيلامه. واضح إخواني؟ ونقطة مهمة جدا إحنا لابد أن نقف عندها. وفي السماع نكتة حقيقية أصلية، والأمر ده إخواني موجود، وليس في موضوع في مجالس السماع، في كل مجالس الله، وحتى مجالس التسالم. يعني الناس يجلسوا في الكافيهات من لغاية الفجر، وفي النهاية ويأكلون ويشربون ويسمعون الأغاني، وبعض الأحيان يرقصون، وفي النهاية كمية أنكاد فوق الخيال تحيط بالعبد من كل جانب. يعني ونقاط معلومة، يعني واضح. كنت بقرأ امبارح إخواني الكرام بالأمس على مش عارف فين، المهم لقيت كلمتين مكتوبين قدامي عن مغنية اسمها دليدة، هي ولدت في مصر وسابت مصر عندها 5 سنين وراحت فرنسا، وبقت مغنية ومشهورة، ويعني حصل في حياتها مشاكل ضخمة جدا، وصلت سن 54 سنة. يعني بيسألوا أنت كمية السعادة في أوقاتك
قال سألني من السعادة، أنا عايش في في هموم وأحزان جامدة جدا جدا جدا، وفي النهاية 54 سنة وأموال جامدة جدا، يعني أموال مفتوحة، وممكن يبقى طيارة خاصة، وممكن كذا وممكن كذا وممكن كذا، أنا لا أعرف عنها شيء، بس أنا قصدي الأمر مفتوح. ولم تستطيع أن إيه؟ أن تواجه الحياة، وماتت، يعني وماتت انتحرت، يعني واضح يا إخواني إيه؟ انتحرت. دي نقطة مهمة جدا، انتحرت يا إخواني، واضح، انتحرت، يعني لم تستطيع أن مع بالنسبة للناس والعرف الموجود، واضح، والعرف الموجود واضح، يعني والعرف الموجود عند الناس أن هذه هي السعادة، يعني واضح. وكتبت كلمتين مهمين جدا وورقة، سامحوني، واضح. الحياة يعني لم تعد تحتمل، واضح إخواني، يعني وهي المفروض بتعمل ايه؟ يقول بتسعد الناس. ازاي تسعد الناس؟ من اين؟ يعني يعني ماتت 3/5/1987، فلازم احنا ندرك المسألة يا اخوان. شوفوا الإمام ابن القيم بيقول ايه؟ وفي السماع نكتة حقيقية، وفي السماع نكتة حقيقية أصلية يعرفها أهلها ويجدونها. طبعا خد عندك بقى على نفس اللي حصل للست ديت، كتير جدا بنفس لاعيبة كورة ومغنيين وكتير خالص، واضح. وفي السماع نكتة حقيقية أصلية يعرفها أهلها، يعني يعرفها أهلها، يعرفها أهلها ويجدونها بعد انقضائه، وهي أنه قد علم الذائقون منهم أنه ما وجد صادق في السماع الشري وجدا. السماع الشري وغيره بقى، يعني في ناس يبقى بغيتهم في الحياة الأكل، يعني قبل ميعاد الغدا مثلا بيبقى عيد، ويقعد بقى يقول لك الأكل ده من أفغانستان، وده من لبنان، وده من جبال الألب، وده جاي مش عارف منين، واللحمة دي جاية مستوردة وجاية عاملة وعليها كذا وعليها كذا، الكيلو بتاعها ب5000 جنيه وهكذا. أنا عايزك إيه؟ تقعد معه بعد الأكل، شرب وكل وعمل كل حاجة وحلويات وكافيهات وكل كمية الغم وكسف البال وشكل الوجه بيبقى شكله عامل ازاي. انا شفت الكلام ده شخصيا، يعني حاجة يعني سبحان الله، يعني ليس هذا هو الطريق. كل يبحث عن السعادة وكل ضل الطريق الا من رحم ربه. فنقطة لازم انت تبقى عارف قيمة هذا المنهج، قيمة هذا الدين، يعني بالنسبة لي، يعني انا بزعل على الناس دي جدا، بزعل عليهم جامد جدا 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 جدا. انا كنت اتمنى انهم ربنا يهديهم من قلبي، اي والله اي حد، يعني لما بسمع ان واحد انتحر بزعل جدا قوي. أنا كنت أعرف واحد يعني سنة 90 قبل 90، أنا عارفه طبعا من قبل 90، عارفه من 84، وكان ذكي جدا وماهر جدا وكان صاحب منصب كبير في الدولة، وأنا كنت شايف فيه النقاط الإيجابية مع إنه ممتلئ بالنقاط السلبية، مرتشي وكذا 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 وكذا.
كنت اروح له عشان انصحه. هو ما يعني انا بالنسبه له في المنصب فرق جامد جدا بيني وبينه في المنصب، بس كان بيقبل مني بس ما كانش يعمل حاجه. ليه؟ كان بيعطف على الناس الفقراء، كان بيقف جنب المظلوم، وفي نفس الوقت ما كانش بيصلي، واحيانا ما كانش بيصوم، واحيانا كذا. وحاولت معاه جامد جدا، جامد قوي. وكان بقى بيسافر كل بلاد العالم وفلوس بقى وبتاع ورشاوه وكذا وكذا. وبعدين فوجئت ان هو مات منتحر، نط من، ومش مات منتحر مثلا خد حبوب، لا، ده نط من دور العاشر. طيب وبعدين؟ طب ما هو كان بيعمل اللي عايزه، اي حاجه عايزها كان بيعملها. وبعدين فالإمام ابن القيم يا اخوان الكرام هو بيتكلم في المساله، لازم احنا نكون مدركين. بيقول هناك ايه؟ نكتة التنبيه على نكتة، يعني واضح، حقيقية أصلية يعرفها أهلها، يعني يعرفها أهلها ومن يعرفهم. أحيانا أنا كنت عارف ناس كتير كده. ويجدونها بعد انقضائه، وأنه قد علم الذائقون منهم لأي بقى شيء من الشهوات. وهو بيتكلم عن السماع وأنا بتكلم عن كل حاجة. واضح، يعرفه أهله. كان نفسه يروح جنب برج إيفل، راح جنب برج، أدي برج إيفل إيه يعني. كان يروح اسمها إيه، باكنهام دي ولا اسمها إيه، في لندن، ويست مانستر، روحت وتقف تتفرج في ايه؟ ما فيش حاجه. صحيح، الكلام ده انا شفته في السبعينات. لقيت قصر جامد جدا في ستوكهولم في منطقه اسمها جملستان، جملستان منطقه القديمه، ستوكهولم القديمه. وقصر، ودخلت القصر وقلت لها ايه، سرير بقى له 7000 سنه. انا كنت بكلم نفسي اقول كده، وانا كان عندي 20 سنه ولا اقل من 20 سنه. وايه يعني؟ وبعدين عمل ايه في قلبي؟ ولا حاجه. انا بكلم نفسي لنفسي اللي هي. ها؟ وهكذا يا اخي الكريم. فانا عايزين نركز مع بعض. فهنا انه ما وجد صادق في السماع الشعري وجدا. وتحرك به الا وجد، ما هو بيجد وجدا. يقول يا سلام يا ست من تاني مش عارف ايه، وبعد ما يطلع ممكن يضرب نفسه بالسكينه. يعني وتحرك به الا وجد بعد انقضائه ومفارقه المجلس قبضا على قلبه. حتى بعض الناس لما يضحك يقول ايه يا ساتر يا رب. انا ما بضحك، ما بعرفش ايه اللي جاي بعد كده. ونوع استيحاش، واحس ببعده وانقطاعا ببعد وانقطاع وظلمه، ولا يتفطن لهذا الامر الا من في قلبه، الا من في قلبه أدنى حياء، وإلا فما لجرح بميت إيلام. ولو سئل عن هذا السبب، طب لو سألنا عن هذا السبب ليه كده، عن سبب هذا، لم يعرفه. لماذا؟ لأن قلبه مغمور. وعايز أقف عند كلمة مغمور دي، ونروح لكلمة مغمور للإمام ابن قيم ابن شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى نروح لمين؟ الشيخ الاسلام ابن تيميه في كلمه مغمور. ولو سئل عن هذا السبب، عن سبب هذا، لو سئل عن سبب هذا لم يعرفه. لو سئل عن سبب هذا يا إخواني لم يعرفه. لو سئل عن سبب هذا
لو سئل عن سبب هذا لم يعرفه. لماذا؟ لأن قلبه مغمور. لأن قلبه إيه إخواني؟ لأن قلبه مغمور. مغمور لأن قلبه مغمور يا إخواني. مغمور في السماع. لأن قلبه إيه؟ مغمور. لأن قلبه يا إخواني إيه؟ مغمور. لأن قلبه يا إخواني إيه؟ لأن قلبه مغمور يا إخواني الكرام. و وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه على قول الله عز وجل: فذرهم في غمرتهم. يعني واضح؟ فذرهم يا إخواني إيه؟ في غمرتهم بل هم في غمرة. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. في غمرة يا إخواني إيه؟ ساهون. واضح؟ وده كلام شيخ الإسلام يعني في كتابه، في كتابه مجموع الفتاوى الجزء العاشر. واضح إخواني؟ واضح كلامه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: فذرهم في غمرتهم بل هم في غمرة قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. واضح؟ الذين هم في غمرة ساهون يا إخواني. مش ده كلام، ده كلام مين؟ ده كلام، كلام ربنا يا جدعان، مش كده ولا ايه؟ واضح. فالإمام ولو سئل واضح ولو سئل ولو سئل عن سبب هذا لم يعرفه. ولو سئل عن عن هذا لم يعرفه لأن قلبه مغمور. طب شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول يا إخواني مقدمة عن تعليقي على كلمة مغمور، يقول: والقلب يغرق فيما يستولي عليه. والقلب يغرق فيما يستولي عليه. والقلب يغرق فيما يستولي عليه، إما من محبوب وإما من مخوف، كما يجد من محبة المال والجاه والصور. والخائف من غيره يبقى قلبه وعقل مستغرقا فيه كما يغرق الغريق في الماء، فلا بد أن يستولي عليه ما يحيط به من الأجسام. والقلوب يستولي عليها ما يتمثل لها من المخاوف والمحبوبات والمكروهات، فالمحبوب يطلبه والمكروه يدفعه، والرجاء يتعلق بالمحبوب، والخوف يتعلق بالمطلوب. يعني واضح؟ يتعلق بالمكروه
ولا يأتي بالحسنات إلا الله. يا سلام، ولا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يذهب بالسيئات إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. دي قاعدة أساسية جامدة جدا، لازم تكون نستصحبها طول الحياة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يعني إيه؟ يعني قلبك لا يتعلق إلا بالله، وهذا من أعظم أسباب صلاح القلب واستقامته، وهذا من أعظم أسباب حدوث التذكر ووجوده في القلب، لأن عكس ذلك يمنع حصول التذكر بآيات الله المتلوة وآيات الله المشهودة. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قواعد أساسية. وإذا دعا العبد ربه بإعطاء المطلوب ودفع المرغوب، جعل له من الإيمان بالله ومحبته ومعرفته وتوحيده ورجائه وحياة قلبه واستنارته بنور الإيمان ما قد يكون أنفع له من ذلك المطلوب إن كان عرضا من الدنيا. وأما إذا طلب منه أن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته وما يتبع ذلك، فهذا المطلوب قد يكون أنفع من الطلب وهو الدعاء. والمطلوب الذكر والشكر وقيام العبادة على أحسن الوجوه وغير ذلك، وهذا لبسطه موضع آخر. واضح إخوان الكرام؟ واضح جدا، واضح يا إخواني، واضح جدا. واضح ايه؟ جدا جدا. هنيجي بقى لايه؟ للشاهد من الكلام في المسألة يا اخوان الكرام، اللي هي ايه؟ لأن قلبه مغمور في السماء، لأن قلبه، ده كلام الإمام ابن القيم. طب الشيخ الإسلام ابن تيمية ايه؟ يقول: والمقصود أن القلب قد يغمره فيستولي عليه ما يريده العبد ويحبه ويخافه ويحذره كائنا من كان. ولهذا قال تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. بل قلوبهم إيه؟ بل قلوبهم في غمرة. يا سلام، يستولي عليه، هذه الغمرة تستولي عليه، مغمور. واضح؟ يعني فيقول ولهذا قال: بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لا يعملون. فهي فيما يغمرها عما أنذرت به، فهي فيما يغمرها عما أنذرت به. فيغمرها ذلك عن ماذا؟ عن ذكر الله والدار الآخرة وما فيها من النعيم والعذاب الأليم. قال تعالى: فذرهم في غمرتهم حتى حين. هيجي الحين ده الموت. أي فيما يغمر قلوبهم من حب المال والبنين المانع لهم من المسارعة في الخيرات والأعمال الصالحة. وقال تعالى: وقال تعالى
قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. الآيات أي ساهون مغمورون عما أنذروا به، أي مغمورون، أي مغمورون، أي ساهون عن أمر الآخرة، مغمورين مغمورون فيها، فهم في غمرة منها، أي فيما يغمر قلوبهم من حب الدنيا ومتاعها، ساهون عن أمر الآخرة وما خلقوا له. وما خلقوا له أيها الإخوة الكرام. وهذا يشبه قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالغمرة تكون من اتباع الهوى، والسهو من جنس الغفلة. ولهذا قال من قال: السهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه، وهذا جماع الشر، الغفلة والشهوة. والغفلة عن الدار الآخرة يعني تسد باب الخير الذي هو الذكر واليقظة، الذي هو الذكر واليقظة الذي هو الذكر واليقظة. إخواني الكرام، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم وألق عليهم رجزك وعذابك إلى الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، وقوي عزائمهم، وقوي عزائمهم، وثبت أقدامهم، وثبت أقدامهم، وثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم، ونفذ كربهم، وعافي مبتلاهم، وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم، وأطعم جائعهم. اللهم أبدل خوفهم أمنا، وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم اشد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم، ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد، فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم رد ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الغلاء والوباء وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين،
واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين، وفرج كرب المكروبين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.